حياكم الله أحبتي في السؤال الأهم. يترقب العراقيين اليوم جلسة السبت اللي راح يتم من خلالها اختيار اسم رئيس مجلس النواب، وبين واثق وبين مشكك من اجتياز الدكتور محمود المشهداني عملية التصويت هذه. فهناك أسباب موضوعية في الثقة بتمرير اسم المشهداني، كون الأخير وحسب اعتقاد الكثيرين بأنه الرجل المناسب في الوقت المناسب، يعني لما يشهده البلد من استقرار سياسي وأمني واقتصادي. أما وجهة النظر الأخرى وتشكيكهم في تمرير السيد المشهداني فربما تحمل أسباب مقنعة أيضا، بينها مثلا أن عزم لا زالت عازمة على موقفها، وحسم لم تحسم من أمرها، وتقدم لن تتراجع عن موقفها. فإذا المشهد السياسي السني لا زال مبهم وغير واضح جدا، ويبقى الجميع في ترقب وانتظار حتى مساء يوم السبت، وليس السبت ببعيد. وللحديث عن هذا الموضوع أحبتي الكرام ينضم معنا الكاتب محمد حسن الساعدي. مرحبا أستاذ محمد. حياكم الله، أهلا وسهلا سعد رسول. وعبر سكايب أيضا محمد الجابري، صحفي ومراقب للشأن السياسي، حياكم الله. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم، حياك الله. يلا الله يحفظك. خلينا نبدي ويا الأستاذ الساعدي. أستاذ محمد، يعني بعد أن كان هناك اعتراضات وبيانات من هيئة علماء المسلمين وتحريم للالتحاق بهذه العملية السياسية، اليوم جاي نشوف أكو تدافع، أكو تنافس ما بين الكتل السياسية السنية باتجاه هذه العملية والالتحاق بها بشكل يعني الاندكاك بها. نعم. برأيك الأسباب يعني شلون تولدت هاي القناعات؟ نعم. يعني من صاحب الامتياز، هل الاستراتيجية للسياسي الشيعي أم هي الظروف دفعت بالأخوة السياسيين السنة أن يكونوا بهذا القدر؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولضيفك الكريم ومشاهديك الكرام. حقيقة أستاذ رسول، خلينا نرجع إلى ما قبل 2003 وثم نعرج على 2003. ما قبل 2003 كان يعني يعتقد الأخوة السنة أنه مرجعهم، مرجعيتهم وقيادتهم السياسية وقيادتهم الدينية هي تتمثل بالرئيس وتتمثل بقائد الدولة. لذلك كان صدام حسين كان يمثل لهم هذا القائد وكان يمثل لهم المرجع. وهذا القول يعني لكثير من السياسيين السنة كان لحد الآن يعتقدون أنه ما يمتلكون مرجعية دينية أو حتى مرجعية يرجعون إليها في الفتاوى أو الفقه أو حتى في الآراء الاجتماعية العامة. فبالتالي اليوم يعني كان نظرتهم أنه هم منتجين على رئيس الدولة، هو من يشرع لهم، هو من يعني يسير حياتهم. وكانت فعلا في العراق قبل عام 2003 كانت الحياة تسير بهذه الطريقة، وكانوا هم محكومين بهذه الطريقة، وكانوا يحكمون من خلال هذه السلطة التي يستمدونها من القائد أو الزعيم أو حتى الرئيس. بعد عام 2003 بدأوا يستشعرون ومجيء التجربة، خلينا نسميها يعني اسمح لي بهذه المصطلحات، خلينا نسميها التجربة الديمقراطية الشيعية، مجيء تجربة شيعية جديدة، مجيء قيادات سياسية شيعية جديدة، بالتأكيد يتخوفون منها، بالتأكيد يعني ينتابهم القلق والشعور بالخوف من هذه التجربة، أنهم راح يذبحوننا، راح يقضون علينا، راح ينتقمون منا بسبب المرارة الكبيرة التي تحملها شيعة العراق ما قبل 2003 من مقابر جماعية، من ذبح على الهوية، من ملاحقة، من كذا من كذا. كل هذه الأسباب دعتهم في بداية الأمر إلى التخوف، ويعني يعني بدأوا يستخدمون سياسات أخرى غير التخوف، منها عدم المشاركة في العملية السياسية، تكفير الوضع القائم، تكفير الأشخاص، تكفير القيادات، تكفير من ينتمي إلى هذه العملية السياسية. ودخلت تحت هذه العباءة الكثير من المسميات الإرهابية كالقاعدة وداعش والزرقاوي، وبدأت تتناوب علينا شيئا فشيئا حتى تفجير القبة الشريفة للإمامين العسكريين الشريفين. بدأت العملية السياسية تسير،
الوضع الإقليمي يعني هذا الوضع الداخلي أولاً بدأ بالاكتئاب. أستاذ محمد، دور المرجعية بهذه القضية بعد أن احتدم الوضع وفي موضوع تفجير القبتين مثل ما ذكرت، يعني هاي المفردة اللي أطلقتها المرجعية بالنجف الأشراف. نعم المرجعية أنفسنا، هاي أيضا أنطت طمأنينة للأخوة. هو يعني أنا جبتها مراحل بعدين، من بدأت العملية الديمقراطية في العراق تسير نحو الاستقرار ووجود تجربة ديمقراطية حقيقة فريدة من نوعها في المنطقة. وأنا هنا لا أتحيز كثيرا إلى الحكومة وإلى، لا، أنا أتحيز إلى العملية السياسية. بدأت تثبت، بدأت تسير خطوة فخطوة، بدأت تطلق لدينا تجارب ديمقراطية مهمة للعالم وللوضع الإقليمي. بدأ ينظر، يعني الوضع الإقليمي بدأ يباوع عينه، يفتح عينه بصورة قوية يعني وبصورة واسعة على التجربة العراقية. بدأت تنهض، أكو عندنا، وهذا الشيء جدا مهم، تبادل سلمي للسلطة، وهذا الشيء جدا مهم. المرجعية الدينية العليا وقفت منذ عام 2003 موقفا مشرفا، وهو كعادتها، هو ليس بجديد عليها، وقفة أبوية للجميع، لا تنظر إلى التركماني، لا تنظر إلى السني والشيعي، لا تنظر إلى الكردي والمسيحي، بل نظرت إلى العراقيين بهويتهم الوطنية، وكانت أب للجميع، وكانت تحافظ على الجميع، ومنعت كل الأطراف من عدم ضرب الطرف هذا أو الطرف ذاك. لذلك كان لها دور كبير، وأطلقت أسميها نظرية الكبرى أنفسنا، وعبرت عن هذا التعبير أصدق تعبير في أنهم لا يجوز بأي سبب وبأي آلة وبأي مفهوم من الإضرار بالمكونات الأخرى، وعلى الأخ الكبير أن يراعي إخوته الآخرين الذين يعيشون معه في الوطن الكبير وهو العراق. طيب أستاذ محمد، أستاذ محمد الجابري، إذا صوتي يمك واضح تسمعني. بطبيعة الحال السياسة يعني بها صفقات، بها مراوغات، بها تعهدات، انطيني وانطيك. اليوم سيد المشهداني هل قدم شيء للسيد الحلبوسي او لجمهوره على الاقل في يعني قبال انه انتخابه او تسلم رئاسة مجلس النواب؟ تحية طيبة لك سيدي الكريم، أحييك وأحيي الضيف الكريم وأحيي كل المشاهدين الكرام. طبعا العملية السياسية لاحظناها منذ عام، يعني بعد عام 2003 إلى الآن، التصدعات كثيرة، التصدعات السياسية، عدم التوافق السياسي، وعدم إرضاء المواطن العراقي الذي يعاني للأسف الشديد من هذه الصراعات السياسية على المناصب. للأسف الشديد اليوم عندما نلاحظ أنه منصب رئيس البرلمان، وهذا المنصب المهم لأنه هناك الكثير من القوانين والكثير من الفقرات والكثير من القضايا التي تحتاج إلى تشريع تصويت من قبل السادة النواب، هي معطلة اليوم، كما يتحدث الكثير من الأخوة في القوى السياسية وبعض النواب في قناتكم وباقي القنوات الأخرى، والحديث على أن هناك الكثير من القوانين المعطلة بسبب هذا الكرسي للأسف الشديد. اليوم يعني إذا ذهب الموضوع باتجاه أنه التوافق حول هذا المنصب سواء كان لسالم العيساوي أو السيد محمود المشهداني، اليوم فيما يتعلق محمود المشهداني يعني هناك توافق من قبل تقدم ومن قبل حتى قوى الإطار حول هذه الشخصية. هناك أطراف أخرى داخل قوى الإطار لا تحبذ أن تتخذ أو تصوت للسيد محمود المشهداني، فهناك انقسام داخل قوى الإطار اتجاه سالم العيساوي ومحمود المشهداني. أما باقي الأطراف الأخرى قد تكون الأطراف يعني القوى الكردية، تنسى أن هناك التحالف الكردستاني. محمد، حسب ما سمعنا أنه يعني حسم الأمر يعني بالنسبة الأخوة بالإطار بترشيح السيد المشهداني. أنا سؤالي، هناك صفقة في الموضوع؟ يعني مو صفقة بالمعنى، أنا لا أتفق مع هذا الرأي. لا، أنا إذا تسمح لي أقصد مثلا قانون العفو، ممكن تعهد السيد المشهداني في حال تسلم رئاسة مجلس النواب أن يمرر قانون العفو مثلا؟ كل شيء جائز في العملية السياسية، وكل شيء جائز في السياسة، فالسياسة لا قلب لها ولا توجد لديها ثوابت شديد. فقط يعني عقب على موضوع أنه
اتفاق على شخصية محمود المشاري. يعني نحن شاهدنا في وقتها عندما كانت هناك أسماء مرشحة وطرحت الأسماء اللي هي شعلان كريم والسيد سالم العيساوي، في وقتها لاحظنا أنه في الجولة، يعني في الجولة الأولى والجولة الثانية، كيف كانت هناك يعني عدم الالتزام يعني كتل السياسية وبعض النواب وبعض الجهات والأطراف السياسية في قضية الانتخاب أو التصويت لهذه الشخصية وهذه الشخصية، فهذا يدل على عدم وجود رؤية حقيقية وفعلية تجاه يعني الوضع السياسي وخدمة المواطن العراقي. الكل، كل من يفكر بهذا المنصب وكل من يفكر بهذا الكرسي والمواطن العراقي هو ضحية هذا الصراع، الصراع الذي للأسف الشديد نلاحظه في كل دورة برلمانية، هذه الصراعات موجودة، وكأنما هذا الكرسي هو كأنما آية قرآنية، أو كأنما هذا الكرسي هو لا خلص بعد هذا إحنا لازم نأخذ هذا الورث، هذا الورث لهذا المسؤول ولهذا الحزب ولهذه الكتلة. بينما اليوم على السادة النواب أن ينتبهوا إلى قوانين أخرى، ليس فقط قانون العفو العام الذي تحدثت عنه، هناك الكثير من القوانين المهمة التي يجب أن تشرع تخدم المواطن العراقي، تخدم المحافظات العراقية. اليوم عندنا إذا مشكلة في بعض المحافظات العراقية، لا يوجد انسجام بين بعض النواب اللي هم السلطة القضائية والتشريعية مع بعض المحافظات ومع بعض المحافظين ومجالس المحافظة. هذا الموضوع أيضا أثر على عدم توفير الخدمات وتقديم الخدمات، وهناك أيضا اصطدام في قضية التشريعات، في قضية أن هناك بعض الوزارات إلى الآن هي متمسكة بالصلاحيات المركزية، وبالتالي بعض المحافظات أو المحافظين أو مجالس المحافظات لا يستطيعون أن يقدموا الخدمة للمواطن. إذا بقي الحال على ما هو عليه، توقع أنه قد يذهب يعني الموضوع باتجاه أنه بأي لحظة من اللحظات أنه باتجاه سالم عيسى وليس فقط محمود المشهداني، باعتبار لاحظنا أنه ما حصل في الفترة الماضية كانت هناك الكثير من الاتهامات، بعض النواب صرحوا واللي قال البعض ذهب أخذ مبلغ معين، والبعض أخذ مغريات، والبعض أخذ قضية سيارات حديثة، فكل شيء جاز. يعني يتوقع أنه في هذه الانتخابات اللي راح تحصل أو التصويت للسيد المشهداني أو السيد سالم العيساوي سيذهب ربما الموضوع بهذا الاتجاه. إذا ذهب بهذا الاتجاه فأرى أنه يجب أن نقرأ الفاتحة على العملية التشريعية، لا نريد أن نصل الموضوع إلى هذا الحد، وباعتبار أنه الوضع جدا حرج، وإذا عادت هذه القضية فأنا أعتبر أنها تشكل خطورة على العملية السياسية وعلى الوضع بشكل عام في العراق. طيب أستاذ محمد حسن، ممكن مثل ما تفضل ضيفنا من البصرة أنه تحدث هاي العملية، عملية السيارات والفلوس، مثل ما صارت بالجولة السابقة في انتخاب رئيس مجلس النواب، وأيضا أستاذ محمد التدخل الخارجي راح يكون حاضر بهذه العملية؟ يعني زيارة السيد أردوغان ممكن يكون لها تأثير بهذه النتائج اللي وصلها المشهد السياسي اليوم بانتخاب رئيس مجلس النواب؟ طبعا هو كل شيء وارد استاذ رسول، يعني احنا نعلم جيدا في العمليه السياسيه كل شيء وارد، توافقات في داخل البيت السني. هسه خلينا نتحدث على التوافقات في داخل البيت السني. احنا عندنا من بالدوره اللي قبلها يعني من تم الترشيح لخمس شخصيات ومن ضمنهم السيد المشهداني، لكن كانت الدائره تدور حول شخصيتين اللي هو سالم العيساوي والشيخ الكريم. فبالتالي اليوم عندما أزيح الكريم وباتت يعني انتهت حظوظه في أنه يكون، وهو كان قاب قوسين أو أدنى من الفوز، لكنه في داخل البيت السني اختلف عليه وأسباب أخرى تم اختلفت عليه أنه يكون هو رئيس البرلمان، لجأت إلى هذه الأمر وهذا الخلاف، لجأ إلى ما نراه اليوم علينا في الخلافات السياسية في داخل البيت السني. لذلك لجأت القوى السياسية السنية إلى ضرورة أن تتوافق على شخصية واحدة أو اثنين وعدم توسعة الأمور. لذلك اليوم نجد السيد المشهداني كانت حظوظه هم كذلك، يعني قبل فترة كانت حظوظه ليست جيدة أو خارج التنافس، وكان يعني إحنا عندنا كمراقبين للمشهد السياسي كنا نعتقد أن السيد سالم العيساوي هو الأقرب للمضي نحو إلى قبة البرلمان وإلى رئاسة البرلمان، لكن يعني تحالف السيد المشهداني مع السيد الحلبوسي هو من زاد بحظوظ السيد المشهداني ودخل في دائرة المنافسة الشديدة، وأعتقد يعني تغيرت الخارطة تماما. هذا الجانب الأول. نعم بالتأكيد اليوم الوضع الإقليمي يؤثر تماما على مجريات الأحداث، وشاهدنا كيف الاجتماع الذي تم مع السيد أردوغان في بغداد، لا أقول أنه ممكن أن يعني يؤثر يعني يمشيهم على رأي السيد أردوغان، لا، لكن يستمع إلى آرائهم، يقدم لهم النصيحة.
وبالتالي الوضع الإقليمي مؤثر جيدا على الوضع السياسي بشكل عام. إذا تقول لي رئاسة البرلمان أو رئيس البرلمان يعني هل ممكن أن يحظى بتوافق أو بقبول من الوضع الإقليمي حتى يصير، أقول لا يعني مو لهالدرجة، المهم أن يحظى بمقبولية في داخل المكونات السياسية السنية بين قوسين، وهذا شيء جدا مهم. ثم يطرح إلى الفضائين اللي هو الفضاء الشيعي والفضاء الكردي، ينال مقبولية، ينال يعني قبول في داخل هذه المكونات، ومن ثم يعرض على الفضاء السياسي القضائي الأمني من هالقبيل. هاي الملفات جدا مهمة، إذا عبر من عتها يمضي ويدخل إلى قبة البرلمان ليتم التوافق عليه يعني الانتخابه كرئيس للبرلمان. هذه يعني بشكل عام هي هاي الخريطة للتنافسات في داخل. لكن هو لحد الآن ماكو اتفاق يعني من الكتل السنية بشكل قاطع. لا هو لا، بدليل أنه رشحوا اثنين. لو كان أكو يعني أكو رأي قاطع على شخصية معينة لما رشحوا السيد المشداني والسيد سالم العساوي. فبالتالي ما زالت الأمور يعني هي يعني هسه تسألني رأيي الشخصي أقول السيد المشداني يمضي، لكن هذا مو رسمي الحديث. إحنا كمراقبين نجد أن السيد المشداني باتت حظوظه ممتازة في العبور إلى رئاسة البرلمان. الوضع السياسي يعني الرسمي لا، دخول يعني مرشحين لقبة البرلمان ويتم انتخابهم بطريقة التصويت المباشر يعني من قبل مجلس النواب. لكن أكو ضغط اليوم من سالم العساوي والجهة اللي تقف خلفه. أكيد يعني هاي الضغوط موجودة، ترى إحنا مثل ما تفضلت حضرتك يعني ترى أكو ضغوط، أكو ربما ابتزاز، ربما رشا، ربما شراء ذمة. هو هذا سؤال أستاذ محمد، يعني إحنا ممكن راح نرجع لقضية التاهوات اللي حصلت بالجولة السابقة. يعني هذا موجود عندنا، شفناها بالجولات السابقة وشفناها في كل يعني في خطوات كثيرة من العملية السياسية. لكن إذا تقول لي فعلا يعني تنت أقول لك لا، أكو مصدات قوية اللي هو الإطار التنسيقي، مصد وهو التوافق الشيعي، ينبغي أن يحظى بمقبولية المكون الشيعي، وهذا شيء جدا مهم. إذا لو مو التاهوات، إذا كل التاهوات جابوها في العراق ووزعوها، إذا ما يقبل أو لم تحظى بمقبولية الإطار التنسيقي، إذا لم يحظى بمقبولية الإطار التنسيقي لا أعتقد أنه سوف يمضي. هذا جانب. جانب الآخر، إذا رادوا يوزعون تهوات لازم يوزعون لكل الإطار التنسيقي بقياداته بنوابه. احنا سوينا دعاية مجانية للتهوات. ماكو تهوات بعدك واحدة من التهوات. اي فبالتالي هذا شنو يسأل سيارة جديدة أستاذ محمد؟ محمد أكو أغلى. أكو أغلى من السيارات. أكو أمور أغلى من السيارات. أنا قاطعت لا عفوا، تفضل استاذ محمد، تفضل عزيز حبيبي. الا ماكو بعد تهوات، اكو اغلى من التهوات، اكو امور بعد تصير اغراءات اكثر، جاز انه شقق مشاريع مثلا، مشاريع مثلا يعني ما يركزون على السيارات، يركزون على مناصب، انه انا اعطيك هذا المنصب في هذه المحافظه او منصب في هذه الوزاره او هذا المنصب التنفيذي، هذا راح تكون تعظم الواردات اكثر من التهوات واكثر من الجكسارات والكتلك وغيرها. على العموم أنا أتفق أيضا مع الضيف الكريم، يعني تحدث بقضية مهمة. إحنا بس أكو نقطة مهمة جدا، أنه في وقت الانتخاب قبل أن تبدي سالم محمد جابري، قبل أن تبدي، هو المصيبة أنه شلون هذا يعني ممثل المحافظة يساوم على محافظته بثمن بخس مثلا سيارة أو مشروع معين، بعد وين القيم؟ وين يعني هذا حنف يعني باليمين. انا في وقتها كنت مع احد الفضائيات المعروفه، بس مباشر وقت الجلسه فقلت لهم انه قضيه مهمه وراح ارجع اكررها، انه المفروض او اشرت الى موضوع المفروض منع ادخال الهواتف النقاله او الهواتف المحموله مع بعض النواب، لانه تعرف من يدخل من تصير الجلسه راح تشتغل الرسائل على الواتساب، اللي يعمل له جروب، اللي يرسل له مسج غير رؤيتك في هذا الموضوع، تراجع عن انتخاب هذه الشخصيه. هذه ايضا قضيه المفروض يتم التركيز عليه، ابعاد الهواتف النقاله او الهواتف المحموله وخلي يصير التصويت. يعني عمليه سياسيه استاذ محمد، امتحان بكالوريا، يكون التصويت بعيد، مصيبه، خلي يكون التصويت بعيد عن يعني حتى الاعلام، اذا الجماعه يعني ما مقتنعين بهذه القضيه، خلي يكون التصويت سري. هسه على ابسط الامور، خلي يكون التصويت سري
حتى لا يتهم هذا النائب او تتهم هذه الشخصيه ولا واحد يطعن بالثاني، وحتى ننتهي من هذه القضيه. وانت لاحظت انه اللي بيصور واللي بعث رسائل وضحت القضيه من خلال التصوير في وقتها داخل جلسه مجلس النواب. انا ارى انه اذا ذهب الموضوع اتجاه الجوله الاولى وعدم التوافق او عدم الوصول الى مرحله نهائيه حول الشخصيه التي سيتم التصويت عليها لمجلس النواب، اذا ذهب الموضوع الى الجوله الثانيه اتخوف ان يعود الموضوع كما كان في الفتره الماضيه، انه ايضا ستؤجل الجلسه وعلى ما يتم هذه الجلسه السياسيه. واليوم احنا المشكله الكبيره والعظيمه انه الغياب جهه مهمه، يعني انا لست متحدث باسم التيار الصدري ولا مدافع عن التيار الصدري، لكن غياب التيار الصدري عن المشهد السياسي وعدم وجودهم في البرلمان العراقي هذا ايضا اوصل الخارطه السياسيه الى تصدعات والى تمزقات والى مشاكل عقيمه حقيقه اثرت على المواطن العراقي واثرت على كل المحافظات العراقيه. المفروض اليوم على الساده النواب ان يتخوفوا من قضيه مهمه، انه اليوم الشارع ربما يعيش سبات الهدوء او نقول احنا ما بعد الهدوء عاصفه، لانه المواطن العراقي اذا شاف هذه الصراعات انه ازدادت، يعني ما معقوله لا يوم ولا يوما لحد الان السلطه التشريعيه يعني بدون رئيس مجلس النواب، والبعض يحاول انه يتمسك بهذا المنصب، ولاحظنا انه تظهر بعض التصريحات للشهر الاعلامي لهذه الجهه وهذه الجهه تقول نحن سناخذ هذا المنصب، والقضيه تشير باتجاه انه محمود المشهداني سيكون، وجهة أخرى تقول أنه سيذهب الموضوع باتجاه سالم العيساوي، رغم أنني ألاحظ أنه بالنسبة لسالم العيساوي ألاحظ له السكون وهدوء، لا توجد أي تصريحات إعلامية ولا يوجد موقف إعلامي. يعني هذه القضية تعرف أنه في ما نقدر إحنا نلزمها الآن، القضية تبين بالنهاية بالوقت الظاهر احتمال أنه كل شيء يتغير، ربما ما بقي من عمر هاي الدوره البرلمانيه ما يستحق انه يعني يتحرك عليه السيد العيساوي. انا اريد اسالك استاذنا الكريم استاذ محمد الجابري، موضوع السن القانوني ممكن يثار يعني باتجاه السيد المشهداني، وممكن يعني مثل ما صار مع محافظ بغداد ممكن نشوف يعني جمع تواقيع. يعني نحن نعود الى القانون والى الدستور والى لكن بالعراق يعني ما اعتقد انه هذه القضيه تاثر على التوافقات السياسيه وعلى القوي، يعني من الجهه القويه اليوم من المؤثره بالعمليه السياسيه وخارج العمليه السياسيه هي اللي تقدر تاثر على هذه الامور او على هذه القرارات. القضيه الاهم انه المفروض يعني ينظر الجميع الى مصلحه المواطن العراقي. المواطن العراقي الان احنا بعض الساده النواب مع احترامي وتقديري لهم وبعض المسؤولين يظهر ببعض الفضائيات وكانما المواطن العراقي عايش برفاهيه ومرتاح واستقرار بالوضع الخدمي واستقرار بالوضع الاقتصادي، وما يعرف اكو بعض المواطن عنده كرامه ما يحب يتحدث الاعلام ولا يحب ينشر ولا يحب، يعني اكو فقر لحد الان، اكو جوع، اكو قوانين معطله المفروض تشرح حتى تحل لنا مشكله عدم توفير فرص العمل في كثير من المحافظات العراقية. أنا تحدثت اليوم عن محافظة البصرة، تعال ادخل بالشركات النفطية وشوف العمالة الأجنبية الباكستانيين والبنغاليين والمصريين والكويتيين وجنسيات أجنبية مختلفة بريطانية وأمريكية، وباقي المواطن العراقي هي المشكلة. هي مشكلة أستاذ محمد الجابري، ويجب أن تعالج قضية العمالة وإهمال شبابنا في محافظات الجنوبية، يعني بشكل عام مو بس بالبصرة، يعني عندك بالديوانية هاي نتيجة القوانين التي تشرع، حتى اربط موضوعنا نتيجة القوانين اللي تشرع من قبل البرلمان حتى ما نخرج عن يعني محور حلقتنا. انا السؤال راح احيله الاستاذ محمد الساعدي عن السن القانوني، لكن قبل ان اذهب للسيد محمد الساعدي اريد اسالك استاذنا الجابري، اكو مفاجاه كانت هو محمد وانا محمد، انا احتارت السماعه. نعم. اكو مفاجاه بتغيير موقف السيد الحلبوسي اتجاه السيد المشهداني، ام كان اكو اتفاق بين تقدمه وبين كتله استقرار، يعني كان اتفاق مسبق بعجاله حتى اتحول استاذ محمد الساعدي؟ انا بوجهه نظري انه اليوم محمد الحلبوسي والسيد الحلبوسي لديه سيطره كبيره على قوى الاطار وعلى
أعداد كبيرة من قوى الإطار. على قوى الإطار؟ نعم. وبالتالي أنه بعض المتحدثين عن التقدم أو التابعين للسيد الحلبوسي يتحدثون في بعض القنوات، هذا ليس حديثي ولا أتبنى عن هذا الحديث، أنه أكثر اللقاءات اللي حضر الشاهد هو منو أزاح السيد السيد لديهم الحلبوسي. لديهم سيطرة على الإطار في المرحلة شاهدنا أنه في هو منو اللي أزاح الشعلان الكريم، مو هو الإطار، أنه تلقى بعض الأطراف السنية هي اللي أزاحت شعلان الكريم، لأنه لاحظنا التسليط الإعلامي في وقته حول شعلان الكريم، البعض قال أنه اترحم على النظام المقبول لعنة الله عليه، وصار إن هذه المقاطع الفيديو اللي ظهرت من قبل بعض الأطراف السنية هي اللي ظهرت هذا المقطع، هذا دلالة على أنه الخلل ليس في يعني ليس الخلل في قضية أنه طرف القوى الإطار فقط، لا، الأطراف الأخرى أيضا تتحمل هذه المسؤولية، أنه أنتم ذهبتم إلى التصويت على شخصية، وهذه الشخصية تعرفون أن هناك أطراف أخرى قد تكون سنية أو أطراف أخرى لا تحدد هذه الشخصية للترشيح بمنصب رئاسة البرلمان. طيب أستاذ محمد الساعدي، السن القانوني ممكن نشهد هذه القضية راح تتفعل باتجاه السيد المشهداني؟ استاذ رسول، يعني حقيقه هو امر مستبعد لعده اسباب. السبب الاول انه هو نائب برلماني مصوت عليه، يعني هو عنده اصوات وناس انتخبته واصبح عضو في مجلس النواب، فبالتالي اصلا كسب الصيغه القانونيه في انه عضو مجلس النواب، فبالتالي اصبح بالمناسبه الرئيس، رئيس مجلس النواب هو مو فد منصب يعني خارج نطاق البرلمان، هو لا، هو جزء من البرلمان، بدليل انه رئيس ونائبين، وهو جاي من عضويه البرلمان، هو ما جاي من خارج المناصب هاي يعني الثلاثة، هي ما جاية خارج السياق، هي جاية من جزء من البرلمان، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني قضية يعني السن القانوني، هو أصلا يعني إجا للبرلمان وهو كبير السن، فبالتالي ما يخضع لهذا القانون، هذا الثاني. الأهم من ذلك هو الجزء الثالث، أنه اليوم اللي يحكم التوافقات السياسية بين القوى السياسية عموما، فعندما تتوافق على شخصية ما تعبره وتدخله إلى مجلس النواب للتصويت عليه، وهذه القوى السياسية هي من تتحكم بمجمل العمل السياسي في العراق، سواء كانت شيعية سنية كردية، وهذا الأمر معمول به منذ عام 2003، وهو مبدأ التوافق بين القوى السياسية، واللي سارت عليه كل الخطوات في تشكيل مجالس النواب أو حتى مجالس المحافظات، وكذلك الحكومات المشكلة بعد عام 2003 هي سارت على هذا المبدأ، وهو مبدأ التوافق، وهذا الشيء جدا مهم. اللي أريد عندي بس تحقيق بسيط في قضية الإطار التنسيقي، الإطار التنسيقي حقيقة كان له موقف يعني قوي جدا من السيد الحلبوسي، أولا لوجود خروقات قانونية عليه ووجود أوراق تزويرية ظهرت عليه، وهو يعني كان موقفه واضح جدا في أن يخضع للقضاء، وفعلا القضاء قال قولته الفصل في ضرورة إخراجه وإزاحته من رئاسة البرلمان. إذا يعني أعتقد أنه السيد الحلبوسي يأثر على الإطار، لا أعتقد ذلك، يعني ربما أنا يعني شوي أختلف مع الضيف الكريم. الإطار التنسيقي هو من فتح الترشيح، وهو من أزاح السيد الحلبوسي، وأنا أعتقد يعني لدي معلومات أنه حتى ما يقبل بترشيحه مرة أخرى. نعم يبقى نائب برلماني ويكون هو في مجلس النواب كعضو برلماني لا أكثر ولا أقل، فبالتالي الإطار التنسيقي اليوم ينتظر يعني باقي أو نهاية الترشيحات، ويمضي القوى السنية تمضي باختيار مرشح واحد أو مرشحين. كان الإطار التنسيقي يتمنى أن يكون هناك مرشحا واحدا، لكن في داخل الإطار التنسيقي هم اختلف الرؤى. السيد المالكي يعتقد بشخصية السيد المشهداني، السيد الحكيم كان يعتقد بأنه ينبغي على القوى السنية الأكثر عددا، يعني من تمتلك الأغلبية في داخل المكون السني، هي عليها من ترشح رئيس مجلس النواب، وهذا أمر يعني في داخل الإطار التنسيقي تبناه السيد الحكيم. باقي القوى تبنت يعني توافقت مع السيد الحكيم في هذا الرأي واعتمدت هذا الرأي، فقط السيد المالكي كان يعتقد بأنه السيد المشهداني ودافع عنه، وهو من قدمه كمرشح في الجولة الأولى، هو من قدمه كمرشح في الجولة الأولى، لكن لم يختار، وكان التنافس بين الشيخ الكريم وبين السيد العيساوي. أعتقد أن يعني الإطار التنسيقي دوره مهم في قبول المرشحين، وفعلا المرشحين مقبولين، وطنيا مقبولين، إقليميا يعني بنسبة ما مقبولين كذلك. أعتقد أن يعني إذا تم التوافق على هذين
المرشحين يدخلان إلى قبة البرلمان للمضي على تصويت لهم، شوف منو اللي يحظى بمقبولية، منو اللي ياخذ أكثر عددا، منو تم التوافق عليه. إذا تسألني رأيي الشخصي ما تم التوافق عليه من خلال المراقبة، بس أنا ما أدعي أنه أنا أستاذ محمد. السيد الحلبوسي يعني عندما اتجه أو قرر أنه يروح مع السيد المشداني عفوا، هل كان بقناعة أم كان مضطر؟ يعني يقول لك يعني اللي بقى من عمر هذا البرلمان ما يستحق أنه كل هذا التدابير. لا أعتقد يعني هو يعني إذا تسألني أني أعتقد مو برغبته، يعني لكون بس هو أراد، يعني أخذ تعهد من النبي بقضية ما هيك، خلينا نقول هسه ما أعرف، هسه شغلة يعني ربما داخلية، أنا ما يعني لست من يعني حتى أعرف شنو التفاصيل، لكن إحنا نقرأ الجو العام. أعتقد أن السيد الحلبوسي لم يكن هل قد راغب بأنه يكون سيد المشهداني، لكن الوضع حرج والإطار التنسيقي أمهل القوى السنية أسبوع لضرورة حسم الموقف، وكان الإطار يعني مزعج جدا وأرسل رسائل قوية وشديدة للقوى السياسية السنية في حسم أمرها، لأنه ينبغي أن يكون هناك رئيسا للبرلمان، وينبغي الانتهاء من هذه الأزمة، والاتجاه تتجه البوصلة نحو مراقبة عمل الحكومة. اليوم احنا تركنا عمل الحكومة واتجهنا نحو رئاسة البرلمان، لذلك الإطار كان يعني حقيقة منزعج من هذا، من عدم التوافق في داخل القوى السنية، وأرسل عدة رسائل والتقى، يعني التقت القوى السياسية السنية بقيادات شيعية وقوى سنية شيعية في داخل الإطار، لقاءات مهمة كانت، وعتب كان موجود على القوى السياسية السنية في ضرورة حسم أمرها من ترشيح شخصية أو واحدة أو اثنين، ومضى الأمر على ترشيح السيد العيساوي وكذلك السيد المشهداني، يدخلان للمضي قدما نحو اختيار أيهما يحظى بمقبولية. رأيي الشخصي حظوظ السيد المشهداني صعدت بسبب التحالف مع السيد الحلبوسي، لذلك أعتقد أن السيد المشهداني سوف يحظى بمقبولية في داخل قبة البرلمان ويمضي رئيسا لمجلس النواب. طيب أستاذ محمد الجابري، ليش هذا التوجس من قبل السيد الحلبوسي اتجاه سالم العيساوي؟ هل لأنه هو يعني ابن محافظته، وممكن يعني البعض يشوف منصب رئاسة مجلس النواب هو يمثل الزعامة السنية، ممكن هذا السبب؟ نعم، طبعا أنا أتفق أيضا مع رأي الأخ سالم الساعدي بقضية أنه هناك توجه حول السيد المشهداني، وأيضا هناك مقبولية للطرفين، للمشهداني ولسالم العيسى، ولكن نحن لا نستطيع أن نحن لا نتحدث بجانب التحليل، تعرف يعني، لكن أنا أتوقع أنه كل شيء جائز، يعني ربما في اللحظات الأخيرة قد يتغير المشهد السياسي، وقد تتغير الاتفاقات السياسية برسالة واتساب، باتفاق معين، بإشارة معينة قد تكون هي سرية من قبل البعض بانتخاب هذه الشخصية وهذه الشخصية، بما يتعلق أنه سالم العيسى وربما يعني السيد الحلبوسي كما يتحدث البعض انه يقول انه اذا وصل السيد سالم العيساوي الى منصب رئاسة البرلمان ربما ستكون له حظوظ في المرحلة المقبلة فيما يتعلق الانتخابات، فيما يتعلق انه توجه الجماهير او القواعد الجماهيرية تجاه هذه الشخصية، فهذه هي وجهة نظرهم. لكن بالنسبة للمشهداني هناك مقبولية قد تكون ايضا من قبل بعض الاطراف باعتبار انه كان في منصب رئيس مجلس النواب ولديه خبرة وهناك علاقات مع السيد المالكي او مع باقي الاطراف الاخرى، فيذهب الاتفاق بالتاكيد باتجاه هذه الشخصيه، لكن لا استبعد انه ان لا تتغير المعادله. انا اتوقع انه في اخر لحظه قد يذهب الموضوع باتجاه انتخاب سالم العيساوي، وبعض الاخوه الذين يصرحون الان في الاعلام هو الاطار او باقي القوى السياسيه الاخرى يتحدثون انه هو الموضوع ذهب باتجاه المشهدات. لماذا لا نقول يذهب الموضوع باتجاه سالم العيساوي؟ لانه كل شيء جائز في السياسه، قد تتغير المعادله، قد يكون هناك اتفاق يعني قبل الموعد بدقيقه بدقيقتين بساعه، او ربما يكون هناك اتفاق سياسي سري حول هذه الشخصيه، لانه اليوم الوضع لا يتحمل ان يبقى البرلمان بدون رئيس للمجلس، وهناك قوانين وتشريعات يجب أن تشرع، ودارس أيضا أن هناك مشاكل في بعض المحافظات العراقية،
وهناك ايضا عدم توافق بعض المحافظين مع بعض اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات. هذا الموضوع ايضا يؤثر على المحافظات من ناحيه الموازنه والتصرف على الموازنه وتحويل الموازنات وتقسيمها على المحافظات. فاتوقع انه سيذهب الموضوع باتجاه انه في الوقت الاخير او في الوقت الضائع ربما باتجاه سالم العيسى، وهذا اذا لم تكن هناك جوله ثانيه. اما اذا كانت هناك جوله واحده فقط خلال التصويت ويتم الاتفاق على شخصيه فبالتاكيد سيقطع النزاع. تتوقع راح تكون جوله ثانيه استاذ محمد؟ تتوقع اكو جوله ثانيه لو راح تحسن باول جوله؟ انا اتوقع ان تكون هناك جوله ثانيه، وربما سيكون الموضوع كما حصل في الفترة الماضية خلال الجلسات أو خلال التصويت خلال الأسماء التي طرحت سيد بن شداني والعيساوي وشعلان الكريم. أتوقع أن تكون هناك جولة ثانية أيضا. إذا ذهب الموضوع باتجاه الجولة الثانية عدم التوافق في الجولة الأولى أو عدم يعني تسوية المعادلة السياسية داخل البرلمان وعدم التوافق الحقيقي، فأعتقد أنه في الجولة الثانية سيذهب الموضوع باتجاه سالم العيسى والتصويت لسالم العيسى. طيب استاذ محمد الساعدي، جوله لو جولتين، وايضا اريد اسالك على موقف الاكراد، وين هاي القصه كلها؟ طبعا خلي ابدا بالاكراد. الاكراد يعني ينظرون الى من يتم التوافق عليه من قبل القوى الشيعيه، هم المراقب مالتهم او البوصله مالتهم المكون الشيعي. اذا وافق المكون الشيعي فهم ينظرون مع المكون الشيعي، فهذا ما عندهم فد اشكال. والقوى السياسيه الكرديه بطبيعتها ما حلقت تنظر الى هذا الموقع، موقعها موجود وهو النائب، نائب رئيس البرلمان موجود ومحصن ويمارس صلاحياته الطبيعية في داخل قبة البرلمان، وهذا الأمر طبيعي ويمارس دوره الدستوري والبرلماني صحيح. هذا الجانب. أما في قضية سؤالك إذا جولة أو جولتين، قبلها خلي نسأل، قبل إحنا كنا ننظر إلى المرشحين من قبل القوى السياسية 5 مرشحين، وشاهدنا أنه دخلوا إلى قبة البرلمان 5، اليوم تحولوا إلى 2، وما يعطينا رسالة أنه القوى السياسية السنية بطبيعة الحال هي متجهة نحو شخص معين، لكنها وضعت شخص آخر ربما لما بعد دخول البرلمان. يعني كأنما تصير مساومة، تصير يعني قضية ضغط على هذا أو على ذاك. فبالتالي السياسة مبدأ السياسة مفتوح، ممكن الآراء تختلف، ممكن التوافقات تختلف، لكن أرجع وأقول ما دام دخلوا 2 قبل شاهدنا 5، ما دام دخلوا إلى قبة البرلمان شخصيتين، إذن هم متفقين على شخص واحد ووضعوا الشخص الثاني من باب التوازن، من باب التوازن حتى يدخل متوازن. لكن أعتقد أن النظر لشخصية واحدة، وأعتقد يعني هم كذلك كمراقب وبالتحليل أعتقد أن الإطار التنسيقي كذلك حسم أمره في اختيار شخصية واحدة، وربما يمضي كثيرا لكن لا يمضي بالأغلبية، يعني هو ما يمضي بكل الأصوات لا، لكن ربما يمضي بالنصف زائد واحد، ربما يمضي بأعلى الأصوات. الشخص اللي سوف يختار الإطار التنسيقي بالتوافق مع التقدم وبالتوافق مع السيد الحلبوسي. خلي أختم وياك وأيضا مع الأستاذ محمد الجابري بهذا السؤال، راح يمضي السيد المشهداني بسهولة وبسلاسة أم هناك يعني مفاجآت من شأنها يعني تغير كل هاي التوقعات؟ يعني ما أعتقد الأمور ماشية، يعني أعتقد ما دام دخلوا 2 إلى قبة البرلمان إذن الأمور مرتبة وهناك عينهم على واحد. لكن قلت لك يعني ربما واحد خلوه حتى يضغطون به على هذا الطرف أو على ذاك الطرف، ربما قضية داخلية في داخل المكون السني، لكن أعتقد أنه سوف لن يحظى بكل الأصوات. يعني أقول يعني كمراقب لن يحظى بكل الأصوات، لكن يحظى بمقبولية في داخل المكون السني وبموافقة الإطار التنسيقي. بالتالي المكون الكردي ينظر إلى الشيعة وسوف يمضي مع الشيعة في اختيار هذا المرشح. يعني ما راح نقرأ خبر رفع يعني فقرة انتخاب رئيس مجلس النواب؟ لا لا، موجودة ومصممين عليها وسوف يمضي هذا الأمر. طيب أستاذ محمد جابري، الختام يمك، يعني هل ستمضي العملية بشكل سلس ونخلص من هاي القصة لو أكو راح يصير التأجيل وإلى ما ذلك؟ والله نتمنى أن لا تكون هناك منغصات، ويجب أن ينتبهوا إلى مصلحة المواطن العراقي، لأن المواطن العراقي سئم من هذه العملية السياسية وعانى كثيرا بين الجوع والفقر وهذه التصدعات السياسية، والمواطن دائما ضحية. المواطن يطالب اليوم بالخدمات، ومن وصل إلى قبة البرلمان سواء رئيس البرلمان أو أعضاء البرلمان، من أوصلهم هو المواطن. أنا أعتقد أن هناك أطراف أخرى، نحن تحدثنا فقط على القوى الإطار
وباقي القوى السنية وربما القوى الكردية، لكن هناك أطراف أخرى قد تكون أطراف مستقلة، قوى أخرى، البعض ربما سيكون لهم رأي، يجب أيضا أن يكون لهم موقف ويكون لهم رأي بأنه ينتخب الشخصية المناسبة والمهمة التي تفكر في معاناة المواطن العراقي، تفكر في ما يحتاجه البرلمان من تشريعات مهمة يستفيد منها المواطن. أما أن يبقى الحال على ما هو عليه فإننا سنشهد إلى يعني جزء من انهيار العملية السياسية للأسف الشديد إذا لم يتم التوافق على الشخصية لمنصب رئيس البرلمان. الصحفي والمراقب للشأن السياسي الأستاذ محمد الجابري، شكرا لانضمامك معنا، وأيضا شكر للأستاذ الكاتب والمحلل السياسي محمد حسن الجابري، شكرا جزيلا لكم. حياكم الله سامح. وأنتم أحبتي أشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، نلتقيكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. إيمان الله.